مساء الخير مشاهدينا، وحياكم الله في حلقة بداية الأسبوع وكذلك بداية عودة إلى المدارس. حياك الله ليلى، مسي بالخير على كل مشاهدين ليالي الكويت. أكيد اليوم مثل ما قلتي العودة للمدارس هو العنوان العريض حق كل الموجودين الطلبة والطالبات المدرسين أولياء الأمور. يعني كانت فرحة صراحة بأن الطلبة اليوم راح يعني يرجعون للمدارس بعد 18 شهر من كورونا ومن الكمامات ومن غيره، لكن التدابير الصحية والاشتراطات الصحية موجودة أيضا مع هذه العودة الدراسية. فعلا عبد الله، يمكن احنا لاحظنا أبنائنا الطلبة والطالبات خصوصا عبر السوشيال ميديا، ربما الناس شاركت فرحة الطلبة والطالبات بالعودة للمدارس، ولاحظنا كذلك التزام الطلبة والطالبات أولياء الأمور كذلك بالإجراءات الصحية والتدابير الصحية لسلامة أبنائهم وأطفالهم وكذلك سلامتهم. نعم أكيد احنا نتمنى السلامة للجميع. شفنا اليوم يعني كل قيادي وزارة التربية وأيضا المعنيين في الصحة يقومون في جولات مختلفة في المدارس الحكومية، القطاع العام والخاص، فجهودهم يعني مشكورة. احنا اليوم من خلال هذه الحلقة راح نسلط الضوء على اليوم الدراسي الأول اللي مجموعة ألف يمكن هم اللي داوموا، وفي باكر مجموعة يعني جديدة، لكن الازدحامات يعني أو الازدحام بلش ويانا بدولة الكويت مع العودة إلى المدارس. نتمنى أكيد تكون عودة مباركة بجهود كل الموجودين في وزارة التربية وزارة الصحة وأيضا في وزارة الداخلية، لأنهم قاعدين يقومون بواجبهم خلال هذه الفترة. فعلا عبد الله، عساهم كلهم على القوة. لاحظنا هذا المجهود الجبار والتنظيم كذلك لكي يكون اليوم الدراسي الأول، وكذلك إن شاء الله بإذن الله الترم الدراسي سهل ويسير على طلبتنا وكذلك على أولياء أمورهم. نعم احنا يعني خلال يعني هذه الفترة الويكند اللي طاف يعني مع فرحتنا بعودة مدارس وتجهيزاتنا، كنا أيضا مع شعب عمان الحبيب اللي دائما نتمنى له السلامة خلال هذه الفترة. الإعصار اللي قاعد يمر عليهم إعصار شاهين، هم يمكن متعودين على مثل هذه الإعصارات ومثل هذه الأجواء اللي تكون صعبة، لكن قاعد نشوف لقطات يعني فعلا ضيق الخلق، يعني إعصار كبير معادي مرت ب 2010 مروا بعصار اسمه كان فيت، يعني كان من اقوى العصير. هم قادرين ان شاء الله يتخطون هذه الازمه. فعلا عبد الله قلبنا معاهم، وهم اعلنوا حاله الطوارئ كذلك. الكويت حكومه وشعب يتمنون السلامه لاهلنا في سلطنه عمان، وان شاء الله الله يدفع عنهم السوء يا رب ان شاء الله. امين يا رب، نتمنى السلامه حق كل شعب عمان قيادتها وحكومتها يا رب، وهذه اكيد دعواتنا القلبيه من تلفزيون الكويت ومن حكومه الكويت. اكيد نبي نخليكم اليوم تستمتعون بهذه الحلقة، راح نطلع معكم فاصل ونرجع نبي تفاعلكم من خلال هاشتاغ ليالي الكويت، وإحنا نهدي هذا الدعاء من تلفزيون الكويت ومن دولة الكويت إلى كل أهلنا في سلطنة عمان. يا رب شاهين يا جبار، يا رب شاهين يا سكن في الليل والنهار، يا مصرف القلوب والأبصار، يا مسجر البحار، يا مفجر الأنهار، يا موقد الأحجار، يا منزل الأمطار، أعذ المسلمين من شر الإعصار، أعذ المسلمين من شر الإعصار وسوء الأقدار، إنك تخلق ما تشاء وتختار، اللهم احفظ أهل عمان الأخيار، اللهم احفظ عمان من صحار إلى ظفار، يا رؤوف يا غفار. اليوم في ليالي الكويت الدكتور علي اليعقوب وكيل وزارة التربية، أسامة السلطان الوكيل المساعد لشؤون التعليم العام، الدكتور عبد المحسن الحويلة الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي، سلطان المشعل مراقب الاختبارات. هلت ليالي الكويت، احنا الليلة
متواجدين في صرح كويتي إعلامي مهم جدا. يقولون عرسك لا صار ولا استوى. غنت في عرسي سعادة البريتش، عواد سالم، صالح البنية رقصت، عودة، زكية البصرية. الإعلامية القديرة أمل عبدالله تفتح لنا قلبها في لقاء فريد من نوعه. أنا لم أتخيل في يوم من الأيام بأني أتجرأ وأرفع صوتي على والدي. أعتذر منك أستاذة أمل. يعني لازلت ألوم سعادة، أقولها كيف بعد ما دفنتي أعطيتي ظهرك ومشيتي. استقبلت مدارس وزارة التربية صباح اليوم أكثر من نصف مليون طالب وطالبة في مقاعدهم الدراسية وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة، إذاناً ببدء العام الدراسي الجديد 2021-2022 الذي يشكل الاختبار الأول لوزارة التربية بالدراسة الحضورية للطلاب بعد انقطاع منذ مارس 2020 ومدى استعدادها في ظل ظروف الجائحة، أهمية تعويض الفاقد التعليمي الذي تسببت فيه أزمة كورونا خلال العامين الماضيين، إضافة إلى تنمية مهارات الطلاب والطالبات، الهاجس الأكبر لدى قيادات وزارة التربية التي تسعى إلى أن تكون مدارس التعليم العام أكثر قدرة على تنمية هذه المهارات. بنسولف الحين أكثر عن هذه العودة مع المسؤولين في ليالي الكويت ونستقبل مشاركاتكم واستفساراتكم مشاهدينا من خلال هاشتاغ ليالي الكويت. حياكم الله مشاهدينا، شفتوا معنا قبل شوي هذا الفيديو الخاص بمركز التواصل الحكومي، جهود وزارة التربية، المدارس الجميلة واستعداداتهم. أكيد اليوم راح نوقف على كل التفاصيل الخاصة بعودة العام الدراسي. يسعدني يكون معنا الدكتور علي اليعقوب وكيل وزارة التربية، وأسامة السلطان الوكيل المساعد لشؤون التعليم العام، ودكتور عبد المحسن الحويلة الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي، وسلطان المشعل مراقب الاختبارات. مساكم الله بالخير وحياكم الله في ليالي الكويت. مساكم الله بالخير. يا هلا ومرحبا فيكم دكتور.
دكتور علي، بالنسبة لأول يوم دراسي يعني أكيد هو مجهود جبار قامت به وزارة التربية وكذلك حضرتكم، يمكن احنا تكلمنا قبل الهواء، حضرتك اليوم في أول يوم قمت بزيارة أكثر من مدرسة، شنو الإيجابيات والسلبيات اللي لمستها في انطلاقة العودة للمدارس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أستفتح بالذي هو خير، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. في البداية أحب أن أتقدم إلى بالتهنئة القلبية إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وإلى سمو ولي العهد الأمين وإلى رئيس مجلس الوزراء وإلى معالي وزير التربية وإلى أولياء الأمور وأبنائنا وبناتنا الطلبة وإلى كافة منتسبي التربية من الهيئتين الإدارية والتعليمية بهذه المناسبة بالعودة الآمنة في وزارة التربية جميعا. يعني فحقيقة يعني هذا اليوم يوم عيد وفرحة لنا جميعا. فبعد التهنئة هذه أنا حقيقة اليوم زرت أكثر من 10 مدارس مع الطاقم اللي موجود وشفنا صراحة الفرحة موجودة على وجوه أولياء الأمور على الأبناء، وهذه حقيقة صراحة إن كانت فرحة عامرة انتظرناها بعد عام ونص من توقف الحياة، فنقول لهم ألف مبروك على سلامة العودة. نعم أكيد إحنا نبارك لكم. نبي نعرف اليوم من خلال تواجدكم شنو لمستوا من ردة فعل أولياء الأمور، طبعا غير الفرحة أكيد موجودة، هل كان في بعض الأمور اللي حسيتوا أنها فيها يعني بعض القصور أو النقص أو التقصير؟ نبي نتكلم بكل شفافية وصراحة اليوم حق كل المشاهدين الكويت. والله حقيقة أنا صراحة خلال هذه الفترة اللي مريت فيها اليوم أفخر في كل الجهود اللي قاموا فيها أخواننا منتسبي وزارة التربية. هذا الجهد حقيقة عبارة عن رحلة كاملة كانت منذ 6 شهور أو أقل بالنسبة للجاهزية والعمل المباشر بالنسبة للعودة الشاملة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون العودة شاملة بعد فترة قليلة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. دكتور علي، راح انتقل للسيد أسامة السلطان، في سؤال من جميع أولياء الأمور وكذلك كان موجود على السوشيال ميديا بالنسبة لزمن الحصة الدراسية، ممكن تكلمنا أكثر عن زمن الحصة الدراسية اللي هو 60 دقيقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا، شاكر لكم هذه الفرصة في أول يوم دراسي، يعني توقيتكم ما شاء الله ممتاز يعني للبرنامج اليوم. أنا قبل أجاوب على الزمن 60 دقيقة بس أيضا بعقب، يعني أنا كنت شخصيا من بشر يمكن اليوم الصبح في زيارة لكذا مدرسة وبدأت جولتي في محافظة الجهرة، وكنت متواجد قبل بداية اللي هو الدوام يعني 7:30، فللأمانة يعني ما رصدت أي خلل كان الدخول، يعني معنا مدرسة ابتدائية أولياء الأمور متعاونين، المعلمات وإدارات المدارس متعاونين، فيعني كان منظر مفرح أمانة بالنسبة لي. يعني إحنا كنا نتوقع أي ردة فعل أو أي خلل، خصوصا بعد غياب 1.5 سنة عن المدارس ومرحلة ابتدائية قد يكون يعني بعض الخربطة والفوضى، ولكن بفضل الله يعني اليوم الأمور صارت يعني أحسن ما توقعت أمانة. يعني بالنسبة لزمن الحصة ما في شك، يعني زمن الحصة أقر ما أقر يعني بعشوائية، غير بعد يعني دراسات واجتماعات مع التواجه الفنية. الكل يعلم أن أولادنا صار لهم تقريبا 1.5 سنة بعيدين عن المدارس، خضعوا لتجربة الأونلاين السنة الماضية، والحمد لله نقول نجحنا في تجربة الأونلاين، ولكن يبقى التعليم أونلاين يعني نسميه قليل الدسم نوعا ما، يعني مش نفس التعليم الحضوري طبعا. لا ننسى أن الخطة موضوعة اللي هي يوم وترك، يعني الطالب خلال الشهر يعني يداوم من أو خلال 14 أسبوع راح يداوم 7 أسابيع فقط، و7 أسابيع راح يكون قاعد في البيت. فإذا بنتكلم عن فاق التعليم، نتكلم عن فاق التعليمي سابق وفاق التعليمي قد ينتج
من عدم إعطاء المادة حقها في 60 دقيقة أو 45 دقيقة لن تكون كافية أني أعوض الفاقد التعليم القديم وأني أعوض فترات وجود الولد داخل البيت لمدة يومين في أسبوع والأسبوع اللي بعده 3 أيام. فأعتقد أن زمن الحصة 60 يعني كافي أني أغطي المنهج بالكامل. نعم أكيد. وأعوض في فراغات الأيام اللي ما يحضرها الطالب في المدرسة. نعم أنا بصراحة يعني اللي شفت اليوم من الطلبة ودهم يداومون كل يوم. يعني موضوع المجموعة ألف والمجموعة. والله مو ودهم. أنا حضرت في روضة من رياض الأطفال في منطقة الجهرة. حضرت أيضا في روضة في منطقة المبارك الكبير. واليوم واجهته برا فهو قاعد يقول حق المديرة أبي ولدي داوم كل يوم. إيه. أبي الولد يداوم كل يوم والولد في مستوى أول يعني في بدايته يعني وطبعاً يعني مرعوب الولد أول تجربة له يعني فبالعكس أولياء الأمور جداً متعاونين يعني في هناك يعني في فعلاً دافع أن يودون عيالهم إلى 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 المدارس لمسنا هذا الفعلي على على وجوه التلاميذ اليوم هذا صراحة أكيد يعني. نعم دكتور عبد المحسن إذا نتكلم على التدابير الخاصة بالقطاع التعليم الخاص والنوعي شلون مر اليوم أول يوم من 2021 2022 العام الدراسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة في البداية أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة من خلال برنامجكم المميز ليالي الكويت وأيضا لقائنا المباشر مع مشاهدين دولة الكويت في تلفزيونكم الموقر. الحقيقة قطاع التعليم الخاص والنوعي في وزارة التربية يشرف على عدد 183 مدرسة بإجمالي عدد مراحل دراسية 560 مرحلة دراسية وبعدد إجمالي من الطلبة 250 ألف طالب تنقسم بين مدارس عربية بالتعليم الخاص ومدارس أجنبية. المدارس العربية عددها 62 مدرسة تطبق وتلتزم بما جاء في التعليم الحكومي في المدارس التعليم العام. أما المدارس في المدارس الأجنبية الخاصة وهي عددها 111 مدرسة أيضا تشرف عليها وزارة التربية وهناك هيئات اعتماد أكاديمي دولي أيضا تشرف عليها على هذه المدارس من حيث المنهج وآليات التقييم وأيضا كل ما هو بشأن العملية التعليمية. أيضا قطاع التعليم الخاص لدي أيضا الجانب التعليم النوعي يشرف عليه وهناك 18 مدرسة تقدم خدمات تعليمية متنوعة لطلبتنا في ذوي الإعاقة بالإعاقات المختلفة إن كانت إعاقة ذهنية أو حركية أو بصرية أو سمعية. ولله الحمد يعني اليوم بدأت العام الدراسي بالنسبة للتربية الخاصة وكانت هناك جولة يعني تفقدية وزيارات لمدارس التربية الخاصة. لله الحمد يعني نعلم أن هذه البداية قد يكون فيها الجانب النفسي ونحاول بث روح الطمأنينة لأبنائنا الطلبة من خلال الإدارات المدرسية والمعلمين ونرسل رسالة شكر لجميع المعلمين وأيضا ولي أولياء الأمور لأن ندرك أهمية توقف الدراسة لمدة من عام وسبعة أشهر. هذا يعني كان له أثر بالغ في نفوس أبنائنا الطلبة وأيضا كان هناك تعاون كبير بين وزارة التربية ووزارة الصحة من خلال لجنة مشتركة عليا يترأسها السيد الوكيل الدكتور علي اليعقوب والسادة الوكلاء المساعدين في وزارة التربية وأيضا هناك وكلاء مساعدين ومسؤولين في وزارة الصحة. كانت هناك ابتدأت هذه اللجان ومباشرة اجتماعاتها منذ شهر مارس حتى نحقق بيئة تعليمية آمنة لأبنائنا الطلبة. انبثق من هذه اللجنة عدة لجان فرعية في مناطق التعليمية وبالإدارة العامة للتعليم الخاص والتعليم الخاص هناك لجنتين تشرف على تنفيذ وتطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازات في هذا الجانب. الحقيقة يعني كان حتى أيضا المدارس شكلت لجان فرعية داخل هذه المدارس الهدف منها التأكد من سلامة الصحة العامة لأبناء الطلبة والتأكد من المرفق والمبنى المدرسي وتطبيق المتطلبات والاشتراطات الصحية. والحقيقة أيضا هناك تم إنشاء غرفة عمليات مركزية الهدف منها متابعة الشأن الصحي وإبلاغ وزارة الصحة بكل ما يحدث بالشأن الصحي ومتابعة أبنائنا الطلبة عن كثب. ولله الحمد اليوم كان
يعني لم يرد إلى غرفة العمليات أي حالة اشتباه، وهذه يعني بداية موفقة، وتمنياتنا أيضا للتوفيق لأبنائنا الطلبة في هذا العام، ونبارك لهم بداية هذا العام بإذن الله. دكتور عبد المحسن، نفس ما تفضلت، ربما بعد سنة ونص تقريبا أو أكثر من سنة ونص من الجائحة، تأثرت نفوس الطلبة، أولياء الأمور، المعلمين والمعلمات كذلك، ولابد من السلامة العقلية والنفسية. ربما استحضرت مادة السلامة العقلية أو النفسية أو لتهتم بنفسية الطلبة في المدارس الخاصة، لكن ماذا عن المدارس الحكومية، خصوصا أن هناك ربما معلمين أو معلمات وكذلك الطلبة فقدوا أبهاتهم أو أمهاتهم أو أولادهم أو ناس قريبين لهم لمرض الكورونا، الله يبعده إن شاء الله. فكيف نهتم بهذه، أو كيف تهتم وزارة التربية بهذه الناحية بالنسبة للمعلمين والمعلمات وكذلك بالنسبة للطلبة؟ بالنسبة لي إحنا إذا جينا نقسم التربية، يعني كمفهوم، شنو معنى التربية؟ التربية يعني هي بناء شخصية الإنسان حتى يكون إنسان صالح أو مواطن صالح. التربية إذا بنقسمها قسمين، تكون تربية مقصودة ونقصد في التربية، وتربية غير مقصودة، يعني تربية يسمى formal education ولا informal education. هذه التربية المقصودة أيضا تنقسم قسمين، داخل الصف وخارج الصف. داخل الصف هو عبارة عن نشاط صفي تساعد في بناء شخصية هذا الطالب. النشاط اللاصفي أيضا اللي خارج الصف صار عليه بعض التعديلات الآن، وهو كسلوك في التربية إذا خذيناها في جانب، إحنا عندنا جانب معرفي وجانب مهاراتي وجانب سلوكي، ينبنون كلهم مع بعض تصدر شخصية هذا الإنسان. فالمدرسة مو فقط تعطي جانب معرفي، أيضا جانب مهارات وجانب سلوك، فتعتبر المدرسة هي المحضن الآن بعد وجود البيت. احنا عندنا سجل يسمى سجل الطالب، هذا السجل في جميع أنواع الطلبة اللي موجودين عندنا، منهم من فقد أب، منهم من فقد أم، منهم من فقد أبو أم. التربية تكون هي المحضن الكامل لهذا الطالب، ونتعامل معاه في قضية التعويض. يعني وعندنا جانب نفسي كبير بالنسبة للأخصائيين، وهم من يقوم في هذا الدور بقضية التعويض أو المعاملة معه، لأن السلوك شنو يعتبر؟ السلوك هو عبارة عن جانب عقلي وجانب نفسي، سواء كان شعوري أو لا شعور، ولا واعي ولا غير واعي، يتفاعلون مع بعض يصدر سلوك الإنسان. فوزارة التربية حريصة جدا في قضية كيف تتعامل مع هذا الطالب بعد هذه الجائحة. حقيقة هذا المرض هو عبارة عن يعني مرض فتاك وشرس، يعني من الصعوبة التعامل معه، لكن بفضل الله عز وجل نجحنا في قضية التعامل، وهذا أول يوم دراسي لنا، وإن شاء الله من خلاله يبدأ قضية التشخيص، وعلى ضوءه نشوف يعني كيف نقدر نتعامل معه ان شاء الله. ويمكن على يعني اطار التعليم والتربيه ايضا، اليوم من الاقتراحات الناس اللي كان ودها انه يكون الدوام يعني يوم للمواد الاساسيه ويوم ثاني يكون للموسيقى والرسم وغيرها من هذه المواد. ان شاء الله يعني هذا الاقتراح يكون لقدام لما يعني يخف هذا المرض عندنا. احنا كاميرا ليالي الكويت اليوم راحت لمدارس التربيه، شافت معانا اول يوم دراسي، خلينا نشوف معاكم مشاهدينا ونرجع نتواصل مع قيادي وزاره التربيه. جرس المدرسة وصوت الطلبة والطالبات في الفصول وحماس المعلمين والمعلمات، صورة من أجمل صور التفاؤل والعودة للحياة الطبيعية رسمها العائدين للمدارس اليوم بعد غياب قارب السنتين.
نبارك لأولياء الأمور ولوزارة التربية استقبال أبنائنا الطلبة في اليوم، والحمد لله مر في هدوء ونظام في جو من الإجراءات الاحترازية ولله الحمد. والله شعور ينن سعادة بعودة الطالبات، وحيل متحمسين نشوف طالبات مرة ثانية داخل الصف ونسمع صوت الجرس ونكتب على السبورة ونكون حوالينهم. سعادة صراحة يعني ما أقدر أوصفها. تعودنا على الطلبة يعني نشوفهم نجاب لهم ندرسهم بحب ونعطيهم كل اللي عندنا، يعني حق وجود الطالبات بالمدرسة، اشتقنا حق جرس المدرسة، اشتقنا حق صوت الطالبات في الممرات، اشتقنا حق حتى إزعاج الطالبات بالصف. والفرحة لخصتها طالبة بجملة: والله شعور حلو وغريب بنفس الوقت، وأنا طعمت مخصوص عشان نرد نداوم، والحمد لله أن ردينا بخير. تم عمل بوابة الصرعاوي الإلكترونية لتسهيل التواصل بين أولياء الأمور وبين إدارة المدرسة، وكذلك متابعة حالات التطعيم للطالبات في المدرسة. احنا كلجنة فحص الحمد لله تم استقبال الطالبات اليوم من المجموعة ألف مع عمل جميع الاشتراطات الصحية، مع ملاحظة إذا في كان أي أعراض أو شيء. الحمد لله ما كان في أي شيء. والله وناسة بعد سنة ونص من غير لا نشوف الطلبة، فحماس الوضع. الحمد لله على العودة الآمنة. معانا مشاهدينا مرة ثانية واستكمالا لموضوع الحلقة اللي هي عن عودة الطلبة للمدارس، معانا الدكتورة خلود الفضالة رئيس قسم منع العدوى في وزارة الصحة، والحديث عن تطعيم الأطفال وأسباب المسحة. وحياة الله الدكتورة. دكتورة، بس ودنا نعرف الإجراءات الاحترازية المعتمدة للمدارس الحكومية وكذلك الخاصة. دكتور خلود معنا؟ سمعنا، يمكن نقطع الخط عبد الله، نرجع نستكمل الحديث مع ضيوفنا. أكيد. ننتقل للحديث ربما مع الأستاذ سلطان المشعل. أيوة. حياك الله معنا. احنا يمكن الحديث عن الاختبارات يعني يكون في فتره يعني تو الناس عليها، لكن خلينا نتكلم بشكل عام شنو الخطه المتبعه لعمل الاختبارات الشهريه للطلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني من الامور المسلم فيها ان العمليه التقييم هي ركن اساسي من اركان العمليه التعليميه. الوثائق الأساسية لجميع المراحل التعليمية فصلت في ذلك لكل مرحلة تعليمية. فمثلا المرحلة الابتدائية تقييمها هو تقييم تحصيلي، يقصد به التقييم التحصيلي هو تقييم، هي تقييم مستمر على طول الفصل الدراسي، يقوم به المعلم وفق خطة محكمة مقننة من التوجيه الفني العام. الهدف منها هو تعزيز عملية التعلم وتقويمها، وأيضا وإعطاء التغذية الراجعة في ذلك. وطول الفصل هو تقييم تحصيل لدرجة كاملة عليه. المتوسط لا، المرحلة المتوسطة تقسم إلى تقييم تحصيلي وامتحانات وتقييم نهائي على شكل امتحانات تحريرية نهاية الفصل. يكون التقييم التحصيلي عليه 40% من الدرجة والتقييم النهائي 60. المرحلة المتوسطة أيضا تقييم تحصيلي ويسمى أعمال، واختبارات نهاية الفصل امتحانات تحريرية عليه الأعمال 30% وامتحان نهاية الفصل عليه 70% مثل ما هو في الوثائق قبل الجائحة. تم تحديد مواعيد الاختبارات. المرحلة المتوسطة تبدا 26/12، الثانوية تنقسم قسمين، العاشر 11/29/12، الثاني عشر يوم 12/1. حلو. يعني. الله يوفق الطلبة يا رب. ممتاز. بالنسبة المواعيد تسجيل الطلاب في المراحل الدراسية، ليش تسجيل الطلاب ما يكون أونلاين؟ ليش لازم أنهم يراجعون المناطق التعليمية؟ خصوصاً الحين إحنا نفس ما شفنا أن الكويت قاعد تحول رقمياً شيئاً فشيئاً وتدريجياً. ومتوفر هالشيء ليلى بس حق رياض الأطفال. ليش ما يتم تعميمه على بعض؟ ليش ما بالضبط؟ وإحنا بدينا في الوزارة تسجيل يعني من قبل تقريباً 3 سنين على رياض الأطفال كتجربة.
ودخلت علينا الجائحة، كنا الخطة أن نعممها على جميع المراحل، بس دخلت علينا الجائحة شوي وتوقفت. السنة هذه رياض الأطفال والابتدائي المستجدين يسجلون أونلاين إن شاء الله السنة القادمة لجميع المراحل بإذن الله، وجميع الفئات، فئات اللي في المدارس والفئات اللي في المناطق التعليمية. نعم إن شاء الله يا رب. دكتور علي، يعني الحديث كان في الأسبوع اللي طاف لما يعني المعلمين راحوا إلى المدارس، صار في بعض المدارس أكيد موضوع العمالة الموجودة، موضوع التنظيف، موضوع وجود المعقمات وغيرها، فنبي نتكلم اليوم شنو ينقص المدارس من هذه العمالة؟ ليش ما تم توفير عقود خلال هذه الفترة الطويلة 18 شهر اللي يمكن يعني ريحت فيها المدارس ووزارة التربية؟ هذا الموضوع يعني وايد مهم، وشون أيضا تم التجهيز لهذه المرحلة اللي احنا يعني مقبلين عليها؟ نعم، هو حقيقة بالنسبة للعقود والعمالة تقريبا البلد توقف أكثر من سنة وثمان شهور، فكثير من العمالة كانوا موجودين أساسا أو عالقين. فإحنا عندنا عقود مع مجموعة كبيرة بالنسبة للست مناطق تعليمية، أكثرهم أو في جوانب أعطيك الرقم في الضبط، عندنا مثلا منطقة واحدة عندنا فيها تقريبا 3000 من العمالة. الآن سووا الجوانب أنه يكون في كل مدرسة 5 منفذي خدمة، ونحاول إحنا بالنسبة نحاول نسدد ونقارب حتى تعود الحياة كاملة. فكون إن انقطعنا تقريبا أكثر من 18 شهر ما زال هذا الملف عالق، ولكن إن شاء الله إحنا قاعد نحاول بكل ما نملك من قوة أن نرجع حياة كاملة شاملة إن شاء الله. هل يشمل ذلك كذلك عمال الصيانة؟ لأن اليوم لاحظنا ربما على هاشتاج وصلنا سؤال أن في بعض المدارس هناك وحدات التكييف لأبنائنا الطلبة والطالبات في بعض الفصول يعانون من أن من من لأن الوحدات التكييف مختربة، الطلبة قاعد يعانون من الحر وكذلك المدرسات، هل هذه العقود تشمل عقود الصيانة كذلك أم لا؟ بالنسبة للعقود احنا تقريبا من 6 شهور أو 5 شهور بعد الاختبارات الورقية يوميا سكلنا أكثر من فريق وزرنا زيارات تشخيصية لكل مدرسة. احنا عندنا تقريبا 886 مدرسة من رياض الأطفال إلى الثانوي، عندنا تقريبا 90,000 معلم ومعلمة، عندنا 40,000 إداري. نحاول نسعى بكل ما أوتينا من قوة أن نرجع عودة كاملة شاملة. كون أن الحياة توقفت سنة وثمان شهور هذا أدى إلى عندنا بعض النقاط اللي فيها ضعف، لكن أكثر من 85% احنا عندنا قوة في قضية العودة، لكن يمكن يكون المارجن 15% هذا ما يعد ضعف، لكن تحصل ان ما زلنا نحاول نسدد ونقارب. انا اذكر في المناسبة واحد من عيالي جاب الشهادة وعنده تقريبا هو ما شاء الله عليه متفوق وكذا، عنده بعض الضعف في بعض المواد، فقلت له محمد ليش جايب هني دي؟ فقال يبا حين انت نسيت الشهاده هذه كلها وشفت هاني حبه الخاله؟ فتوقفت انا. احنا يجب نطالع الجانب الايجابي الاكثر، يعني احنا جاهزين اليوم اكثر من 90 او 85%. الكل فرحان في العوده. عيالنا تقريبا سنه وثمان شهور ما مسكوا القلم. صحيح. تعلموا من خلال الأونلاين وهذا جانب جيد، لكن هناك في ضعف بالنسبة لكثير من المهارات. احنا نحاول نقدم التعويض بالنسبة للفاقد التعليمي، عودتهم للمدرسة مو فقط جانب معرفي، عودتهم للمدرسة روح حياة، علاقاتهم مع زملائهم وأقرانهم، عند المعلم قدوة يشوفه شلون ياخذ منه ويتعلم. فالمدرسة كلها بحد ذاتها يعني حتى لو تكون فيها سلبيات بسيطة أنا بالنسبة لي نجاح كبير، إن إحنا اليوم عدنا بكل فخر، وأنا أقدم شكري واعتزازي لكل القائمين بنجاح العودة للمدارس. عندنا جانب تعليمي جيد وفعال،
ومكان آمن بالنسبة لأبنائنا الطلبة يعني. نعم أكيد إحنا يعني نتمنى أن نبعد عن الأشياء السلبية، لكن عندنا في هاشتاغ لأهل الكويت بعض المدارس وأسماءها موجودة اللي فيها مشاكل مثلا في التكييف وغيرها، نتمنى أيضا يعني بعد الحلقة تتفضلون تطلعون على هذه المدارس، يصير في توجيه مباشر من حضراتكم لإصلاح يعني كثر ما تقدرون عشان يطلع العمل بصراحة بشكل كامل متكامل حق كل أولياء الأمور وأيضا الطلبة في وزارة التربية. راح يرجع معنا هذا الاتصال مع الدكتور خلود الفضالة رئيس قسم منع العدوى في وزارة الصحة. حياك الله دكتورة، سامعتنا؟ والله حياكم الله. يا هلا فيك. نبي نتكلم اليوم على الإجراءات الاحترازية اللي تم اعتمادها للمدارس الحكومية والخاصة. أولا أنا حابة أمسي على أخواننا بالتربية دكتور علي والجماعة الأفاضل والوكلاء الأفاضل ونبارك جهودهم، إن شاء الله نتمنى أن هي تتكلل بالنجاح. آمين يا رب. إحنا طبعا الفترة السابقة كلها من إنشاء اللجنة المشتركة بين وزارة التربية ووزارة الصحة حرصنا على أن نضع دليل إرشادي واضح يتضمن جميع الإجراءات الاحترازية المطلوبة لعودة الدراسة الآمنة بين الطلاب. هذه الإجراءات الاحترازية قد يراها البعض أن هي مجرد تتمثل في ارتداء الكمام والتباعد الاجتماعي وغيرها، لكن هي ترى جدا معقدة المسألة. المسألة ليست بالبساطة اللي قد يراها البعض، هي طبقات من الحماية، لأن ما في أي وسيلة واحدة قد تكون آمنة لعودة الطلبة. جميع هذه الوسائل نضعها نعتبرها إحنا كطبقات حماية حتى نضمن سلامة أبنائنا. هذه الوسائل جدا متعددة ودربنا عليها الفترة السابقة زملائنا المعلمين والمدرسين والفرق التربوية، وحرصنا في نهاية هذا التدريب هم بعد أن إحنا نقوم بتقييم المدارس ونشوف مدى استيعاب المدرسين والهيئة الطاقم التعليمي لهذه الإجراءات وكيفية تطبيقها بسلاسة وبانسيابية، بحيث أن إحنا ما نتشدد فيها وتؤدي الغرض منها. أهم شيء اللي حصل الحين يمكن الكثير ما يدرون عنه أن إحنا عملنا 7 غرف عمليات مركزية في كل منطقة تعليمية، يوجد فريق صحي يتكون من أطباء إلى جانب فريق تربوي. هذا الفريق كنا مرتبط ارتباط تام بشكل لحظة بلحظة مع الكوفيد سيستم اللي عندنا بالوزارة، بحيث أن كل حالات الإصابة أول ما تطلع النتيجة يتبلغ فيها غرف العمليات، وبناء عليها إحنا نشوف الحالات الإصابة وين هي موجودة ونتخذ لها الإجراء المناسب. طبعا الإجراءات محددة وواضحة ودقيقة، وفي كل حالة إصابة في أي مدرسة راح يدرسها الفريق الطبي وبناء عليه يقرر فيها شنو الإجراء الأمثل، هل هو تعليق الدراسة في هذا الفصل أو إنه عزل هذا الطالب فقط أو إنه حجر أحد الحالات المصابة. ونفس الشيء إحنا عاملينه مو فقط حق الطلبة لكن أيضا حق العاملين اللي هما الطاقم التدريسي وأيضا الإداري. واضح أكيد. يعني نشكر هذه الجهود اللي قاعد تقومون فيها دكتورة خلود، ونشكرك على وجودك معنا، وضحتي أكيد الأمور الخاصة بالطلبة والطالبات، وإن شاء الله أتمنى لهم التوفيق ونشكرك على وجودك معنا. يعطيكم العافية، حياكم الله. العافية، حياك الله. عبد الله نرجع حق ضيوفنا في الاستوديو، في عندنا اسئله على الهاشتاج، بدا يرفع على الهاشتاج بتويتر. ام مشعل تسال تقول السلام عليكم يعطيكم العافيه، بخصوص بقاء الطلبه داخل الفصل الدراسي اثناء الفرصه يسبب لهم ملل خصوصا ان لا توجد مواد ترفيهيه او حركيه، الاجابه عند منو فيكم؟ اجاوبك. تفضل. طبعا للتو يمكن تفضلت الدكتوره خلود، نوجه لها كل تحيه وتقدير. هناك في مانوال يعني مشترك او دليل ارشادي معتمد ما بين اللجنه المشتركه بين وزاره التربيه ووزاره الصحه، واللي نص ان عدم نعلم الفرص يعني خصوصا في المراحل الابتدائيه يكون فيها احتكاك وتجمع كبير يعني. نعم. احنا سمحنا لادارات المدارس خلال فرصه الصلاه ويكون تحت اشراف مدير المدرسه اساسا يدون الصلاه سواء بالصف او في المسجد بوفق مجموعات الى اخره.
عدم خروجهم لمصلحة الأولاد ولمصلحة الأطفال، يعني ممكن يختلط في مجموعة أخرى قد تكون مخالطة أو غيرها يعني. فهذا إحنا نطبق الإجراءات أو الإرشادات ولمصلحة أولادنا في التالي يعني. إحنا نأمل خلال شهر، مثل يعني الكل يعلم أن القرار الوزاري ينص على مراجعة القرار كل شهر. نعم. يعني كل شهر في مراجعة القرار، ممكن الشروط تتغير أو بعض الأمور هذه ممكن أنها تتاح مستقبلا. إذا نفس ما تفضلت أستاذ أسامة، الآن أنتوا نفس ما تفضل كذلك دكتور علي، الآن أنتوا في بداية العودة للمدارس من بعد سنة ونص من الجائحة أو أكثر، هذه الخطة وضعت بدراسة، لكن هناك في مجال الاقتراحات، هل هناك في مجال للتعديل سواء بالنسبة للتوقيت سواء بالنسبة لأي موضوع يختص في عودة الطلبة للمدارس؟ الخطة مرنة والقرار الوزاري واضح، يتم مراجعتها شهريا. نعم. واحنا بسم الله اليوم اول يوم يعني احنا في طور تقييم هذه الخطه، فخلال شهر يعني نتكلم في 1/11 راح يكون في تقييم الخطه، والحمد لله يعني الكل ملاحظ ان الوضع الوبائي شبه انحسر، ما نقول انتهى. نعم. اصبح في مستويات الدنيا يعني، فهذا يعطينا امل ان شاء الله احنا خلال الشهر القادم ان نراجع خطتنا ويكون فيها تعديلات يعني لمصلحه المعلم ومصلحه الطالب. معلش تحملنا، انا ادير صدرك رحب ما تقصر. بالنسبه للتوقيت اليوم الدراسي للمعلمين والمعلمات وكذلك بالطلبه، التوقيت كان بدايه يوم دراسي وكنهايه يوم دراسي، ربما هناك بعض المعلمين والمعلمات هم كذلك اولياء امور. استاذ اسامه، الان تقول لك انا اداوم في مدرسه او يقول لك انا اداوم في مدرسه، عندي اكثر من ابن او ابنه في مدارس في مناطق اخرى، فهل ممكن مراجعه هذا التوقيت لان علشان يقدرون يقول لك انا قاعد الساعه 5:30 وعيالي يبدون الساعه 7، فانت عارف مثل هذه الامور خصوصا مع اول يوم دراسي بدات. لا، التوقيت يعني اذا بنتكلم عن رياض الاطفال، التوقيت كما هو في السابق منذ سنوات لم يتغير. بالنسبه للمرحله المتوسطه التوقيت أصبح أعتقد أقل، في نص ساعة يخرجون، ساعة واحدة مرحلة متوسطة، 1:30. المرحلة الثانوية قبل كورونا كانوا يخرجون 1:30 و5، 1:35 دقيقة، زادوا الآن نصف ساعة. فمثل ما قلت لك خلال شهر تتم مراجعة القرار وجميع الأمور ممكن أنها تتعدل يعني لما حسب الوضع. نعم، أن يكون الوضع ممتاز إن شاء الله يعني. نعم صحيح، يعني جهودكم أكيد مشكورة اليوم مع بداية العام الدراسي الأول، لكن نتكلم على بعض الحالات اللي قاعد نسمع عنها من خلال بعض المدرسين اللي رافضين للتطعيم أو عمل المسحة، في إجراءات معينة راح تقومون فيها مقابل يعني لهؤلاء يعني المدرسين؟ وفيهم وجهة نظر ثانية اليوم سمعناها أن بعض الدول المجاورة عندنا قاعدين يعني يخيرون أولياء الأمور بأن الحضور يكون أونلاين ولا تكون الدراسة موجودة، مدى صحة هذا الموضوع وليش يعني سمعنا عن رفع بعض القضايا من قبل وزارة التربية وغيرها؟ هل صحيح هذا الموضوع على أولياء الأمور اللي تخلفوا عيالهم عن الحضور إلى الدراسة اليوم؟ سلطان عندك ماني عارف قضايا تتكلم عن التطعيم أو لا، قضايا عدم حضور الطلبة والطالبات اليوم في اليوم الدراسي اللي هم رافضين للتطعيم وعمل المسحات كطلاب. ما سمعنا شيء من هالقبيل، ما في شيء يعني الوزارة ترفع قضايا. انتشر هذا الشيء في وسائل الإخبارية الموجودة في السوشيال ميديا، هالموضوع غير صحيح. لا، قد يكون إن يمكن قصدهم إن الطالب الملزم المرحلة الابتدائية ولي الأمر يتعرض إلى عقوبة إذا ما أدخل ابن المدرسة التعليم الإلزامي، أعتقد هذا اللي قاصدينه يعني. نعم، وبالنسبة حق المعلمين اللي رافضين للتطعيم، شنو التعامل اللي راح يكون معاهم خلال هذه الفترة؟ والله إحنا يعني نربع بمعلمينا أن يتصرفون هذه التصرفات في البداية، نثق في معلمينا. قد يكون هناك فئة رافضة للتطعيم وهذا حق شخصي ولا نملي عليهم التطعيم، ولكن أيضا في المقابل في هناك مسحة وهذه ضوابط وشروط يجب احترامها. فبالتالي إذا إنسان بالغ وراشد يرفض التطعيم هذا حقه، ما ولا نبخس حقه، ولكن أيضا هذه اشتراطات وضعت ويجب أن تحترم يعني. نعم، في كادر يعني تعليمي موجود متوفر ممكن يغطي عن المدرسين اللي تخلفوا عن الحضور خلال هذه الفترة؟ نعم موجود. نعم الحمد لله عندنا وفرة في المعلمين يعني. نعم الحمد لله، أكيد جهودكم جدا مشكورة. إحنا نبي يعني عندنا مجهزين الإخوان إحصائية خاصة باليوم الدراسي الأول، خلينا نشوفها معكم مشاهدينا ورجع نتواصل في حلقتنا في ليالي الكويت. بعد
عمل المخطط الإحصائي لأعداد المدارس الحكومية حسب المنطقة، جاء الترتيب بواقع 221 مدرسة في منطقة الأحمد التعليمية و178 في منطقة العاصمة و177 في منطقة الفروانية و141 في منطقة الجهراء و122 في حولي وفي مبارك الكبير 117 وأخيراً التعليم الديني 29 مدرسة. وبينت الإحصائية الخاصة بالطلبة أن عدد طلبة دولة الكويت بلغ 522,220 طالباً وطالبة، في حين يظهر المخطط الإحصائي للطلبة أن نسبة الطلبة بالتعليم الحكومي بلغ 84.13% بمجموع 439,365 طالباً وطالبة، وفي المدارس العربية الخاصة 15.87% بمجموع 82,855 طالباً وطالبة. كما أظهر المخطط الإحصائي أن عدد المعلمين والمعلمات بلغ 92,122 وتبلغ نسبة المعلمات 74.59% بواقع 68,711 معلمة، فيما بلغت نسبة المعلمين 25.41% بمجموع 23,411 معلمة. ما شاء الله يعطيهم العافية وعساهم على القوة الكادر التربوي في وزارة التربية وكذلك القياديين. نفس ما تفضل أستاذ أسامة وشفنا عبد الله، هناك وفرة في المعلمين والمعلمات. فانتقل بالسؤال للدكتور عبد المحسن بالنسبة للتعليم الخاص، في هناك شكاوى وفي ناس تتحدث عن عدم التزام المدارس بموضوع الكثافة، بالإضافة الكثافات الطلابية، بالإضافة إلى نقص في المعلمين والمعلمات، ولذلك سلم بعض المعلمين والمعلمات صفين أو ادمجوا صفين بصف واحد، هل هذا الكلام صحيح أو لا؟ والله احنا حتى الآن لم ترد أي يعني شكوى في هذا الاتجاه، وإن كان هناك يعني احنا قاعد نراقب ومن خلال الموظفين واللجان المشكلة وإدارة الشؤون التعليمية متابعة العملية التعليمية من خلال زياراتهم، وأيضا إن كان هناك أي شكوى من أولياء الأمور في الجانب الكثافة الطلابية. الكثافة الطلابية هناك نظام وقرار وزاري ينظم هذا العمل، نوجدنا لأن احنا نحرص على تطبيق هذه الاشتراطات الصحية ويعني تطبيقها بشكل صحيح، الهدف منها حتى نحقق بيئة تعليمية آمنة. وإن كان أي شكوى، أبواب وزارة التربية وقطاع التعليم الخاص وأبوابنا كمسؤولين مفتوحة لتلقي هذه الشكاوي ولاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مدرسة تخالف هذا الجانب. ماذا عن القسط الدراسي؟ هناك ربما في مدارس هل جميعها تلتزم بالرسوم الدراسية المفروضة عليها؟ كيف يتم تنظيم هذه العملية؟ نعم، بالنسبة للرسوم الدراسية هناك قرار وزاري 25/2021 ينظم هذا الجانب، وعلى جميع المدارس الالتزام في قضية الرسوم الدراسية. وأيضا هذا القرار تضمن العمل داخل المدارس، وأيضا تضمن الدوام المدرسي، وتضمن تسجيل الطلاب وإعادة قيدهم ونقلهم. والرسوم الدراسية تعتبر أيضا بند من بنود هذا القرار، وواجب على المدارس تطبيق هذا القرار، لأن هناك أيضا إشراف وزارة التربية من خلال فريق مالي متخصص يقوم بزيارات دورية على هذه المدارس ويحرص على تطبيق القرار الوزاري. وإذا كان هناك أي مدرسة تخالف تطبيق هذا القرار سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ابتداء من إنذارها، وأيضا توجيه أو وقف معاملاتها أو إلقاء ترخيصها. فوزارة التربية في قطاع التعليم الخاص تحرص على تطبيق هذا القرار وتحرص على مصلحة الطالب في هذا الجانب. نعم أستاذ سلطان، إذا نتكلم شوي على الاختبارات اللي راح تكون في نهاية الفصل الدراسي، هل راح يكون المنهج كامل ولا في مثلا تقنية معينة راح تستخدمونها خلال الفترة القادمة؟ بخصوص الاختبارات نهاية الفصل كما كانت قبل، يعني كل ما تم تدريسه في الفصل من مهارات ومفاهيم ومعارف يدخل في الاختبار.
وفقا للأسئلة معينة حتى التوجيه وفقا لمعايير ومعايير وأطر معينة. هذا للطلبة المنتظمين. طلبة المنازل اللي هم في مرحلة ثانوية هذول انتساب يدخلون آخر السنة في المنهج كامل في الفصلين فقط. وفي بعض الطلبة ما خضعوا حق النظام هذا اللي هو نهاية الفصل الدراسي الأول اختبارات بسبب الجائحة في العام الماضي. في تعامل معين بالنسبة وكانت سنة استثنائية. السنة هذه ترجع اللوائح والنظم اللي كان معمول فيها كما كانت بالضبط من باب التقييم. ممتاز. إذن هناك أول شيء شكرا على صحابة صدركم. هل في كلمة أخيرة حابين توجهونها لأبنائكم الطلبة وكذلك لأولياء الأمور؟ دكتور علي. احنا حقيقة نركز على المراحل الأولى يعني خاصة رياض الأطفال، وهذه المراحل مراحل مهمة في بناء شخصية الإنسان. وأنا اليوم يوم زرتهم شفت يعني البهجة والفرحة بالنسبة للرياض والمتوسط والثانوي والابتدائي أيضا. عندنا يعني يجب نقول لأولياء الأمور هذه احنا في تحدي، وهذا التحدي يجب نغير المحنة إلى منحة ونستفيد منها. وإذا التزموا أولياء الأمور ويا كل الطاقم الإداري والتعليمي إن شاء الله بالإجراءات الصحية راح نتجاوز هذا الأمر بنجاح وبتفوق بإذن الله، وخاصة بالنسبة للتركيز على رياض الأطفال والمراحل الابتدائية لأن هذه المراحل مهمة جدا في بناء شخصية هذا الإنسان بإذن الله. أستاذ أسامة في شيء ما غطيناه حابون توضحونه حابين توصلونه لأولياء الأمور؟ لا ما شاء الله يعني الأمور أعتقد أنها واضحة لأولياء الأمور، وهذا متاح كله في الدليل الإرشادي اللي تم رفعه على موقع وزارة التربية وموجود في المدارس تم تعميمه. بس أنا حاب أوجه يعني كذا كلمة شكرا، يعني أمانة شكرا لكل ولي أمر حرص أنه يودي ولده المدرسة هذا اليوم. شكرا لكل طالب ولكل طفل حضر هذا اليوم. للأمانة يعني أنا شخصيا كنت سعيد جدا، يعني فعلا كانت فرحة في عيون الأولاد، يعني ما شفت هذا التذمر من الحضور، بالعكس الكل مقبل صحيح. على العودة إلى المدرسة. شكرا لكل الهيئات التعليمية والإدارية، شكرا لكل إدارة مدرسية، وأمانة يعني كلمة شكرا ما تفيهم حقهم، هم من عملوا وما هم من يعني كان على عاتقهم أمانة حمل ثقيل جدا، خصوصا لجان اللي باشرت العمل في 22/8 أساس يعني تشوف التجهيزات وتشوف النواقص في المدارس ليتم تداركها. فبالأمانة كلمة شكرا لا تكفي إدارة المدارس ولا تكفي الهيئة التعليمية، وبالتالي لا تكفي أهل الميدان، هم من قاموا على العمل وهم من يستحقون الشكر بالفعل الأمانة يعني. نعم حضراتكم أيضا يعني تستاهلون كل الشكر والتقدير. أول شيء لجهودكم اللي كانت خلال الفترة اللي طافت، اليوم وجودكم أيضا ويانا مع أول يوم دراسي، استقبالكم لأسئلة أكيد المواطنين والمقيمين على هذه الأرض. دكتور عبد المحسن في كلمة أخيرة حاب تقولها تفضل. الحقيقة يعني بداية أشكركم تلفزيون الكويت على يعني إتاحة الفرصة لنا ولقائنا مع المشاهدين وأولياء الأمور والطلبة اللي هم أبنائنا، والكل يحرص في وزارة التربية لتقديم خدمة تعليمية نوعية ذات جودة تعليمية عالية. وجودهم اليوم احنا فرحتنا في حضورهم في المبنى المدرسي والغرفة الصفية. الهدف منا يعني أن نحقق التفاعل الإيجابي بين المعلم والطالب بهدف يعني تحقيق أهداف المنهج وأهداف المدرسية وأهداف الدولة في المجال التعليمي. الحقيقة احنا فرحانين، قبل أسبوع أكثر من 160 ألف طالب في المدارس الأجنبية حضروا وبدأوا عامهم الدراسي، واليوم أكثر من 82 ألف طالب في التعليم العربي الخاص أيضا بدأوا عامهم الدراسي. نشكر أولياء الأمور، نشكر كل الجهود المتضافرة في هذا الجانب، اللي يعني نشكر معالي الوزير الحقيقة والسيد الوكيل اللي له دور فعال وإيجابي والسادة الوكلة. ونحن في عقد اجتماعات دورية ومستمرة كل يوم، الهدف منها متابعة الشأن التعليمي وأيضا الشأن الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة. شكرا لكم جميعا. الشكر موصول لكم دكتور علي اليعقوب، أسامة السلطان، دكتور عبد المحسن الحويلة، سلطان مشعل، شكرا جزيلا لكم. عبد الله ننتقل حق زميلنا سعود المزيعل. احنا وصلنا اكيد معكم مشاهدينا حق ختام حلقتنا، لكن نخليكم مع زميلنا سعود المزيعل اكيد اللي عودنا على اللقاءات المختلفة في دهن العود مع الإعلامية القديرة الأستاذة أمل عبد الله. وتفاصيل خاصة لمرحلة زواجها
منحطة بزواجها وغيرها، ودائما سعود لك وفاتبوها. وأنا سعاد عبد الله نشوفها مع زميلنا سعود المزيعل، لقاء مختلف مع سعود المزيعل في دهن العود. احنا نترككم حفظ الله وعايته، تصبحون على خير وفي أمان الله. في أمان الله. متواجدين في صرح كويتي إعلامي مهم جدا. ضيفتنا هي صاحبة عطاء أكثر من 50 سنة من الإعلام والثقافة والإذاعة والتلفزيون والمسرح والدراما وكذلك الأدب. ضيفتنا الإعلامية العربية والخليجية والكويتية الكبيرة الأستاذة أمل عبد الله، عاشقة التراث والفنون الشعبية كذلك، وهي أول صوت نسائي في الإذاعة الشعبية عام 1964. أنا معها الآن في دهن العود مع سعود وليالي الكويت على تلفزيون الرائد، أكيد تلفزيون دولة الكويت. أهلا وسهلا بجنابك الوالدة العزيزة أمل أم خالد. شكرا لك، وأنا سعيدة بهذا اللقاء وهذه المقدمة الظريفة اللي قدمتني فيها، شكرا لك. تستحقين أكثر من ذلك، وأنا بأمانة وكل أعضاء هذا الفريق فخورين أن نقابل يعني ضيمة وغامة أمثالك أستاذتنا العزيزة أمل، وتطلين معانا في ليالي الكويت على تلفزيون الكويت بالتأكيد. ننتهز طبعا فرصة وجودك ونقول ألف مبروك، ألف مبروك على الدكتوراه الفخرية في مجال العمل الإنساني والسلام والحب والإخاء اللي يعني طبعا منحوها لك أكاديمية السلام في ألمانيا. شكرا لك، وهذا تقدير يعتبر ليس تقدير لشخصي ولكن تقدير لفرد كويتي من هذا الوطن، وطن الإنسانية، وسبق أن كرس أميرنا الراحل الله يرحمه أميرا للإنسانية. إذن الإنسانية والعمل الإنساني ليس جديدا في الكويت، وأنا لست وحدي في هذا الجانب، بل كل أهل الكويت هم أهل العطاء وهم أهل الإنسانية ويستحقون دائما أبدا أن يكرموا. صدقتي وأحسنتي. أستاذة أمل، شنو يعني لك هذا المكان وهذا الصرح الكبير، وهو يعني إذاعة كل العرب ليس فقط للكويتيين، وأنت يعني ما شاء الله دخلتي مع بداية 1964 من الصحة إلى هذا الصرح، شنو يعني لك هذا المكان؟ أنت أعتقد أنا اليوم سعيدة ومستبشرة. أنا لما قالوا لي راح يسجلون في الإذاعة قلت لهم ليش ما في استوديو، فقالوا لي لا يعني احنا بنقرب للسادة المشاهدين المكان والمكانة، فشكرا على هذا الاختيار، وشكرا ايضا للإذاعة اللي سمحوا ان تسجل هذه الحلقة في احد استوديوهات الإذاعة ومن الاستوديوهات القديمة الجديدة. هذا الاستوديو كان رقم 3 في النظام القديم، يا ما سجلت فيه مع مخرجين زملاء رافقوني في الدرب الإذاعي اللي عايش الله يطول بعمره واللي مات الله يرحمه. أنا سعيدة أني أنا أدخل هذا الاستوديو بعد المشوار هذا الطويل، وهو بهذه الحلة الجديدة التي طور لها الاستوديو هذا، ونحن سعداء أكثر بل ومتشرفين بطلتك ووجودك، وأيضا أن احنا متواجدين في مثل هذا المكان. أستاذة أمل، يعني ظهرتي في السنوات الأخيرة في لقاءات كثر تلفزيونية وإذاعية وصحافية، سولفتي طبعا وما قصرتي أكيد عن الجانب الإعلامي والثقافي والأدبي، كونك أديبة ولك إصدارات كثيرة، وأنا فخور أن يعني عندي إهداءات من جنابكم أكيد. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من سهرة لكل الناس. من أجل أن يتحقق لهذا الوطن العزيز الواحد أكبر قسط من السعادة، ومن أجل أن يصبح الأطفال رجالاً، ومن أجل أن تكون البذرة سنبلة والجميع سعداء، لابد أن تسود المحبة على قاتنا
وأن نكون أخوة متحابين، وأن تكون الكويت البيت الكبير الواحد والحب الكبير الواحد. المشاهد والمتابع لإسمك ولشاشتنا أكيد وده يعني يتعرف أكثر على الجانب الإنساني والاجتماعي. أمل عبد الله، أمل عبد الله، كنتي أمل لوالدنا المرحوم عبد الله بعد 4 زيجات وبعد انتظاره 3 سنوات. سنوات مو 3 سنوات، سنوات طويلة. 3 سنوات من والدتنا طبعا رحمة الله عليها، يعني الله يرحمها. أن تأتي طفلة أو طفل وتأتي أمل، وأتت أمل يعني بعد ما استمر 3 سنوات في زواجه من الوالدة. ولكن الأمل اللي كانت تروح مع المرحوم أبونا العزيز عبد الله الدواوين والمقاهي وتتجول معاه في الكويت والديرة والشرق، بدأت تستقبله نوعا ما بزعل ونوعا ما يعني بعنف، نقدر نقول رقيق، لما تزوج يعني واقترن بزوجة أخرى. مو هو أنت يعني العتب على قدر المحبة كما يقال. نعم. أنا كنت 6 سنوات عمري عندما أسميها فجيعة، فوجئت بأنه تزوج من امرأة أخرى. تزوج من امرأة أخرى، هذه الفاجعة في حياتي. نعم. هزتني يعني، لأني كنت أعتقد في لحظة من اللحظات أني أنا في ركن ركين من الحب، فأتي تلاقي نفسك أنت فقدت هذا الحبيب اللي كان يظلك بظلاله، ياخذك تحت يعني. فعلا هي مسألة كثير كانت صعبة، وأنا لم أتخيل في يوم من الأيام بأني أتجرأ وأرفع صوتي على والدي في هذه السن، لقدر ما أحسست من الحرقة والألم. نعم. بأني سأفقد هذا الإنسان. نعم. وفعلا لم يمهله الدهر كثيرا، ويستمتع حتى مع الزوجة الجديدة، مرض بعدها بسنتين وتوفي. هذه هي مسألة كثير مؤلمة طبعاً، وكثير أثرت فيني، ولهذا كنت حريصة على أني أنا أحاول قدر الإمكان أني ما أبعد أولادي عن أبوهم بأي يعني شكل من الأشكال، مهما أساء لي. أنه يعني من الضروري والمهم أن يبقى الأم والأب في حياة الأبناء برغم كل ما يحصل بينهم من مشاكل، من يعني ظروف. لأن الحياة الأسرية بحسنها وسيئها هي السقف الآمن لتربية الأبناء. صحيح. كنت أملة وكان هو أبو أمل، وفيما بعد توفي رحمة الله عليه، طبعا تارك الأبناء اللي هما الأستاذة سعاد والمرحوم الأستاذ سالم، أمي مخالد مع وجود الجدة حينها ووجود الخالة ووجود أيضا الأم. ولكن دائما تذكرين في بعض المقالات أن كان عندك إحساس أن أنتوا أيتام أو يتامة، وأعتقد أن يعني جنابك اعتنيتي بسعاد وسالم في طفولتهم. تفضلي. في الواقع هو كانت اللي البداية اللي يعني كانت هي مسؤولة عنه خالة أمي، أسميها جدتي الأخرى، كانت تعيش في زبير، جيدة سيدة موسرة عندها حلال، فهي اللي كانت تصرف علينا، وإحنا كنا في العطلة نذهب من الكويت ونقعد عندها 3 شهور الإجازة في زبير. هي اللي تصرف علينا، هي اللي تدز لنا مصروفنا، هي اللي تجسينا يعني. وكانت يعني متطلبات الناس في ذلك الوقت على فكرة بسيطة، أهم شيء المأكل وتنجسي إشتاء وينجسي صيف. نعم. فكان عيد رمضان معناها كسوة الصيف، وعيد الأضحى هي كسوة الشتاء، وهذه كانت ميسرة ومتوفرة لنا. الحقيقة أنا الأكبر، بس في سنة في ذلك الوقت وايد الأبناء أكثر وعي بمحيطهم من الآن. نعم. يعني 6 سنوات
لما أصل أنا لعشر سنوات أدرك بأني أنا مسؤولة عن هؤلاء، يعني عن أختي وأخوي بأي شكل من الأشكال. نعم. والحمد لله سارت الحياة، الله سبحانه وتعالى يسرها وسهلها وما يضيع أحد سبحانه، رحمة الله عليهم جميع. اعتنيتي بسعاد وبالمرحوم سالم، لكن ماذا عن الرضيعات هدى سلمان وسلوى سلمان؟ بعد كانوا تحت عفوا إدارة أمل عبد الله أو رعاية أمل عبد الله ولا؟ والله لأن أمي كانت موجودة وأبوهم موجود. نعم. لكن أنا أيضا بما أني الأخت الكبرى كنت أهتم فيهم، كنت أراعيهم، كنت أنا دخلتهم مدارس خاصة في البداية وهم صغار، ما شاء الله تولينا الإشراف عليهم رعايتهم. هذا دورك أنت لما تكون الكبير، وهذه يعني الحياة الشكل، أنت كبير إذن أنت مسؤول عن الأصغر منك بأي شكل من الأشكال. تبارك الرحمن، عسى عوينك العافية. خبرتيني أستاذة أمل مرة من المرات بمكالمة رمضانية خلينا نقول أن دمعت عينك وخنكتك العبرة، يعني تأثرتي لما شفتي أم طلال على الشاشة في لوكها وهي سيدة كبيرة بالسن عليها ذاك الثوب التور والملفع أو الثوب الهاشمي كما يقولون الجماعة، إن كأن أمام يعني أمامي على الشاشة الوالدة أم سالم أمنا خاشية رحمة الله عليها. فهل ما زلتي أستاذة أمل وأنت البتشر ومن حدرج كل هالأخوان والأحفاد الرب يسلمهم، ما زلت تفتقدين الوالدة أم سالم؟ لا زلت وسأبقى أفتقدها، لأن أمي لم تكن يعني مجرد أم عابرة في حياتنا. أم على رغم أنها إنسانة غير متعلمة، لكنها كانت إنسانة عندها من الإدراك والحصافة والنباهة والذكاء والإنسانية. الله. أمي كانت إنسانة إلى أبعد الحدود، وأمي إنسانة ومتسامحة وخيرة، يعني إذا عندها عشر دنانير في مخباتها يقولوا لها فلانة والدة أو بنت فلانة والدة، تلبس عباتها، توصلوني ما توصلوني، تأشر الوانيت وتركب وتروح تشتري هدية بالعشر دنانير وتحطها وخلاص، اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. هذه الخصال احنا كلنا تعلمناها من أمي. هي سيدة عظيمة في حياتنا وستبقى عظيمة بما تركت لنا من أثر في التربية. اللهم ارحم الوالدة أم سالم أمنا خاشية، عساها الجنة الباردة والخضرة، قولي آمين، طولت العمر لك. لكن ماذا عن رحيل الابن والأخ اللي رثيتيه بمرثية؟ أثرت فيني أنا شخصيا وهو في القربة، الأستاذ سالم بأمريكا. أنا لازلت تخيل بعد وفاة أخوي سالم تصادف أروح أربع يعني أعزي لأربع شخصيات وكلهم يموتون في سن صغيرة، فأقول لهم حتى آخر واحدة رحت أنا عزيتها متوفاة أخت لها صغيرة، أقول لها لم نكن نتخيل بأننا سنعزي فيهم، يعني أنا كنت متخيلة أني أنا الأكبر، أنا أسبق هذا الإنسان وهو الذي يتلقى العزاء فيه، ولكن هذه قدرة رب العالمين. ولحظات هي سكتة قلبية لم تمهله طويلا، ألم كبير وجرح غائر، لازلنا أنا وسعاد عندما يعني يوميا عندما نقول صباح الخير لابد أن تأتي سيرة سالم بشكل أو بآخر، لأنه غائب حاضر بيننا وسيبقى. اللهم ارحمه إن شاء الله. يمكن تألمتي بعد عشان ما شفتي وبعيد عليك وايد. والله وكان طلال الله يعطي الصحة والعافية ولد أختي سعاد وعدني أنه يوديني أزور قبره، لكن كورونا هي ظروف التي أعاقت هذا، لكن إن شاء الله سأروح لابد، لأني لازلت أحس بجذوة الألم في داخلي، لأني لم أقف يعني لازلت ألوم سعاد، أقولها كيف بعد ما دفنتي عطيتي ظهرك ومشيتي، يعني هذا مسألة كيف يعني ماني متخيلة، لكن الله سبحانه وتعالى. وأهم شيء
سعود أنا أقول اللي الله سبحانه وتعالى عطاها للبشر هي نعمة الصبر. الحمد لله. لأن فعلا نعمة كبيرة، مو الثروة، مو الأولاد، مو خير عندك، نعمة اللي يعطيها رب العالمين للعبد هي نعمة الصبر، أنك أنت كيف تصبر على فقد العزيز. الله أكبر. الله يصبرك، وأنا أعتذر أن زعلناك، وأشوف عيونك فيها بريق وغرقت بالدموع رحمة الله عليه. والحقيقة يعني هنيئا للأسرة بأم وأخت بارة، بأم وأخت بارة. أعتذر منك أستاذة أمل. قبل زواجك أستاذة أمل من المخرج الكويتي الشهير طبعا الأستاذ عبد الأمير مطر، أبو العيال أبو خالد وعبد الله ونايف وأماني الله يحفظهم لك، في زواج بالخمسينيات لما كنت 57 كان عمرك حروة 16 سنة، لا أقل، أقل كذلك. نعم نعم. قعدتي يعني سنتين فقط مع هذا الرجل المسن، ثم حصل هو الفصال. لم يكن مسن إلى درجة كبيرة، يعني كان بالخمسينات وظروف، وأنا طبعا مثل ما ذكرت كنت يعني طفلة وأهلي قالوا تزوج خطبة وهذا، وتزوجت. نعم. لكني هذا الرجل أكون كل الاحترام والتقدير لأسرته، من أسرة كويتية، أسرة نبيلة، أسرة يتواصلوا معي حتى الآن. تبارك الله. حتى والدتي كانت قد وعدتني إن عندما يثمن بيت شرق سأشتري لك مضاعد وحجول. يا عيني. وفعلا بعد ما طلعت منهم واشتغلت في الإذاعة ومرت سنوات، لما ثمن البيت جابت لي الهدية وجاءت تزورني وقالت هذا حقك علي. الله لأني الله أنا الله. وعدتك تستاهلين هالمضاعد. وين راحوا؟ راحوا لو غيرهم وراحوا. بس أنا يعني سألت هذا السؤال ليس فقط عشان أقول أن تزوجتي صغيرة وتطلقتي صغيرة وثم خذيتي عبد، لا، لأن يقولون عرسك لا صار ولا استوى. أوه. كل العديد والطقاقات وامي عوده المهنه، ترى كانوا الناس يجونك بشيمه. إيه نعم. إيه نعم. يعني مثلا الله يرحمها امي عوده، ام زايد. نعم. سعاده البريتشي. إيه. ولحد الان اعتقد عندهم هذا الفرق الشعبيه. إيه. عندما يتزوج احد من معارفهم والأحبة يروحون يجاملون. نعم. يعني نعم. انا ما انسى عيال معيوف يو زفوا خالد ولدي رحمة الله على إيه سلمان، يعني وزواج ابني الثاني نايف هميوني وزفوا، يسمونه يعني كرامة مو بقلاطة. إيه لا لا. نعم. يعني نعم. يكرمونك أنت كصديق أو كمعرفة أو كذا. فأنا وكنا ذاك الوقت في بيت مسقف القطامي في منطقة الميدان، الميدان الشرق، وذاك البيت الحوش الحلو في البرشة زينوها وحطوا المشموم وفرشوا الزل. نعم. هكذا كانت الأعراس والزينة والليتات. غنت في عرسي سعادة البريتشي. نعم. عواد سالم. يا سلام. صالح البنية رقصت. عودة. ايه. أم زايد. ايه. زكية البصرية. نعم. يعني تخيل عرس أسماء في يعني هذا فخمة. الكم. ايه. من الناس والعرس ما كان مثل الحين، يقول لك الأوتيل الساعة 12 ولا الصالات ممنوع. ايه. يتمون يطقون لي الصبح وانت قاعده بالحوش. اي وين اروح؟ لان انا بقصه، ابي قصه النيرات اللي بالايد مع الحنه. إيه؟ فلما يو قالوا لازم نسوي اول ليله حنه. نعم. حطوا بايدي، حطت الله يرحمها امي عوده المهنه ليرتين ذهب. كم كانت الليره؟ نعم. الليره سعرها كان ذاك الوقت يمكن 3 دنانير. نعم. يعني نعم. لكن انه يعني تقدير لها قيمه طبعا. اي لها قيمه. حطوها في ديني عشان تكريما يعني وحنوج. اي وحنوا ديني وزينهم قصعه طبعا. قصعة. ما اكل الحين التنقش هذه. إيه. الحلوه. إيه. وهكذا الليله الثانيه اللي هي ليله الزفاف عاد كل الفرق والعديد هذيل اللي موجودين، فكان فعلا العرس لشن ورن كما يقال. الله الله الله. يعني مو دي جي ويسكك راسك وانت تقوم هذا، لا، يطقون ويطيح الفصل.
ويسولفون ويحمون الطيران. نعم. ويسولفون، وإذا واحدة قاعدة تشوف بنية حلوة تقول هذه من بنته. أيه. وتجاذبون أطراف الحديث ويتعرفون ناس على ناس. أيه. ثم يبدأ الفصل وهكذا. نعم. هكذا كان العرس. تبارك الرحمن. يقولون كان عرس أمل عبد الله شنة ورنة، زين اللي سولفتي لي على بس يعني. مع الأسف ما تصور، ماكو كاميرات ذاك الوقت، ما في توثيق مع الأسف الشديد، فقط ينقل عن طريق الأفواه. أيه. ما بأكدرج قبل الختام، يعني نقدر نقول الأستاذة أمل عبد الله مخالد حظها بالزواجات ما كان يكسر الصخر مثل المسرحية؟ لا والله أنا مش محظوظة، لا بس زواجي الثاني يعني لو أردت له أن يستمر لاستمر، لكني أنا جيت عند لحظة قطع. توقفت لأني مسألة الحياة أنت يجب أن يا تعيش مرتاح وما عندك هاجس القلق أو لا تعيش. فأنا وجدت أن مسألة الانفصال هي خير وسيلة عشان تستمر المعرفة والصداقة من أجل الحفاظ على هؤلاء الأبناء، والحمد لله يعني إحنا انفصلنا ولكن استمرينا أصدقاء. لما صار الغزو يتبطلع عن طريق واسطتنا سفير الكويت البحرين محمد الجامع، هو أول شخص ناديته يطلع معانا إلى جانب زملائي ماجد الشطي، نظير العوضي، حسين الصالح الدوسري المخرج. بس يعني منتي حظيظة، هذه مسألة أقدار. الأقدار عند رب العالمين. يعني الحمد لله أنا حظيظة بأولادي، حظيظة بعملي، حظيظة بمحبة الناس. هذا يعني الحظ مو شرط يأتيك بس زواج. فقط في الزواج ولا التاجر يأتيك بيزات، يكفي أنت يعني هذا الكم من الحب من الناس وهذا التقدير من مسؤولينك، من معارفك، من أصدقائك، هذا بحد ذاته كفاية الحمد لله. يكفي أن احنا حظيظين كذلك بوجود أستاذة ورمز إعلامي وأدبي وثقافي ومسرحي يعني تلفزيوني كبير مثل جنابك الحقيقة. سعود أنا يعني سعيدة. شرفتيني بأمانة ونورتيني، وأنا أعتبر هذه يعني التسيورة أو الزوارة كما يقولون الأولين يعني VVVIP بأمانة. شكرا لك، شكرا لك، وأنا سعيدة وتحياتي لزملائك. شكرا. شكرا للأستاذة الكبيرة أمل عبد الله أم خالد، كان من الحيين. نلقاكم في حلقة جديدة الأسبوع الجاي، أمناكم الله.